السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. غادي نبارطاجي معكم دي كلاص اللي غادي نقاد دو سورت ديال كلاص. صراحه الاول غادي نبدا به اللي فريمون ساهل، ما فيه لا حليب ني كريم ني سكر ني والو. فهنا عندي فريز، هنا عندي انا الفريز كونجولي، وهنا خديت البنان وقطعته هكا مرصويات ودرته في الثلاجة حتى تكونجولا. بالنسبة للفريز الا خديتو الفريز يعني هكا، فمن الاحسن تكونجولي، وضروري خاصو يكون كونجولي. فهنا انا غادي نميكسيهم، فتقدروا تميكسيوه في المولينيكس، راه سي باغاي. فانا هنا غادي ندير نص كيلو ديال الفريز مع ثلاثة ديال البنانات. وغادي ندير عليه البنان. بالنسبه للبنات الا درتوه في المولينيكس حاولوا يعني ديروه غير ديروه غير بشويه طحنوا. فهنا كما كتشوفوا معايا، من بعد ما تطحنوا ليا البنان مع الفريز فكيولي هكا. راه كما كتشوفوا راه فريمون الطريقه ديالها سهله بزاف، يعني راه ما فيها لا حليب لا والو، لا كريم ني والو، يعني ميم السكر ما فيهاش. هكا تجي فريمون زوينه هاد الطريقه. راكم عارفين دابا مع الصيف كنبغيو ناكلو شي حاجه اللي هي بارده. فانا دابا شنو غادي ندير هنايا، غادي نشد هاد الباتور وغادي ندير الباتور هنايا. نتوما تقدروا يعني تطربوه شويه بالتراب اليدوي باش حتى يولي لكم ليس. فوالا هنا حبيباتي كيف ما كتشوفوا لا كلاص ديالنا وجد. هنايا راه الكلاص راه ولا لا تيكستور ديالو ولات ليس كما قلت لكم، راه تطربوه بالتراب اليدوي واحد المهم 1 مينوت طحنوه، وابخي طربوه واحد 1 مينوت. فوالا هنا لبس انا شتي امبوط على هذا الشكل. فغادي كما كتشوفوا راه كيجي على هذا الشكل، راه كيجي رائع. صافي دابا غادي ديروا في الثلاجه فوق ما يعني تبغيوه تجبدوه هكا يا لوليداتكم. فوالا هنايا حبيباتي لا كلاص ديالنا وجد كيف ما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل. وصراحه راه كيعطي كميه اللي هي كبيره وسهل بزاف، راه توجدوه في 10 دقائق. المهم دابا انا غادي نحتفظ فيه في الثلاجه وتخليوه واحد يعني على الاقل واحد 4 سوايع ولا ليله كامله. دابا رجعت لكم، غادي ندوزو بالنسبه للكلاص الثاني. بالنسبه للكلاص الثاني غادي نحتاجو لا غون فاني. بالنسبه للفاني راه تقدروا تعوضوا، الا ما بغيتوش ديروا يعني لوغو فاني تقدروا ديروا الكاكاو بودر، يعني اللي كيبغي الشكلاط يقدر يدير كلاص بالشكلاط. هنا غادي نحتاج الحليب، غير واحد شويه ديال الحليب. هنا غادي نحتاج 48 سيليتر ديال الكريم فلوريت، وهنايا غادي نحتاج الكاسكار و جوج بيضات. فانا هنايا غادي نبدا بالبيض هو الاول. فوالا هنا غادي ندير شويه ديال الفاني كما قلت لكم، راه تقدروا تعوضوا يعني واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو بودر. هنا غادي نخوي السكر، وهنا غادي نضيف الحليب. فانا غادي نعبر لكم بالكاس باش اللي ما كيعرفش لي ميزور. غنخوي الكاس الاول، هنا
كاس تاني صافي واحد شويه تقريبا جوج كيسان ونص. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا نخلط هادشي مزيان. دابا غادي نشعل عليه نخليه يسخن نيت مزيان. وعندك هاد لا كريم فلوريت غادي نخليها في الثلاجه غادي يعني نجبدها حتى منين يسخن لينا هادشي وعاد نضيفو عليه هو بارد. فهنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما سخن ليا هادشي طفيت على العافيه. دابا انا هنا غادي نشد هاد لا كريم فلوريت وهي بارده غادي نضيف عليه و يعني مع التحريك. صافي انا هنا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطت كلشي فغادي ضروري ما نخليه حتى يتفالي وغادي نخليه واحد الساعه في الثلاجه وغادي نرجع معكم. فوالا حبيباتي رجعت لكم من بعد ما برد لينا خلينا ساعه في الثلاجه. دابا انا هزيت هادو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا خديت جوج فانا هنايا غادي نعمرهم وغادي نخليهم في الثلاجه ليله كامله وعاد غادي ندوزوا للخطوه الثانيه. بالنسبه راه تقدروا ديرهم في بواطا يعني كامله مي انا كنبريفيري نديرها هنايا حيتاش باش من يجمدوها كي يوم نبغيو نطحنوهم كيجيونا يعني ساهلين. حيتاش الا درتوهم يعني في شي بواطا يعني كامله خصكم عاد تقط يعني تقطوها مرصويات ولا فانا كنفضل يعني هكا احسن. فوالا هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات عمرتهم هنايا بقى واحد شويه عمرتو في هاد البواطه صغيره. دابا انا غادي ندخلهم للثلاجه يعني للكونجيلاتور وغادي نخليهم ليله كامله وان شاء الله نرجع معكم للمرحله الثانيه. حبيباتي هنا رجعت لكم من بعد ما خليت هادشي ليله كامله فدابا غادي ندوزو للخطوه الثانيه. بالنسبه يعني انا غادي يعني نخرج منه جوج شكل. هنا عندي فريز كونجولي قطعتو هكايا مربعات صغار. هنا عندي شوكولا كراميل تقدروا تستعملوا اي شوكولا قطعتو سي مربعات هكايا صغار كيف ما كتشوفوا. هنا عندي لوريو حتى هو رمشتو هكايا بحال هذا الشكل. فبالنسبه لهادشي كيبقى اختيار يعني تقدروا ديروا داكشي اللي يعني كل واحد المهم تزوقوا داكشي اللي عجبكم يعني داكشي اللي عندكم في الدار. انا هنايا غادي شنو غادي ندير غادي نحيدو هنا غادي نديرو في الميكسور فانتوما تقدروا تمكسيوه في المولينكس راه بحال بحال. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا انا راه غادي نميكسيه كله هنايا. بالنسبه اللي عنده المولينكس غادي يبقى يمكسي يعني يديروه على اون دو فوا. فهنا انا البنات غادي نوريكم كيفاش اون فوا ميكسي كيولي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. فوالا دابا انا هنا غادي ندير الباتور ديالي نتوما يعني تقدروا تطربوها ثاني واحد قسم بالطراب اليدوي. من بعد البنات ما طربناه يعني 1 مينوت فغادي يعني نقسم على نص غادي ناخذ النص والنص غادي نضيف ليه لوريو البسكويت ديال اوريو. صافي هنا البنات انا راني ضفت عليه لوغيو دابا غادي نعاود نخليه يتخلط واحد القسم وغادي نحيده. صافي هنايا من بعد ما خلطته كيف ما كتشوفوا معايا غادي نديرو في واحد البواط وغادي ندوز نخلط الشكلاط والفريز مع لوغيست. هنا البنات النص الاخر اللي بقى ليا درت عليه الفريز وضفت الشكلاط ابخي داكشي اختيار ديالكم تيبقى ليكم. فوالا هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات لي كلاص ديالي وجدوا كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل وكيجيو زوينين وكيعطيو حتى الكميه كيعطيو الكميه كبيره. وهذا كيف ما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين البنات بسكوي ديال لوريو لا في المذاق لا في كل شيء كيجي رائع ان شاء الله نتمنى تجربوه ويعني احسن من ديال الزنقه لا كلاص تقدوها هكا لوليداتكم. فانا دابا ضروري ما تخليوها على الاقل واحد 4 السوايع في الكونجيلاتور سينو تخليوه ليله كامله حتى الا بغيتو تقدموه.
اي فوالا البنات، انا هنا رجعت لكم من بعد ما خليت لي 3 كلاص ديالي في الكونجيلاتور ليله كامله، فغادي نوريكم وغادي نقدمهم معكم. هذا الكلاص اللي درته معكم الاول كيف ما كتشوفوا، الكلاص الثاني ديال بيسكوي اوريو، الكلاص الثالث اللي قديتو بيبيتو شوكولا او لي مورسو ديال الفريز. كما كتشوفوا راه كيعطيو الكميه اللي هي كبيره بزاف، او زعما تقادو حسن في الدار حسن ما تشري. وبالنسبه للتين هنا عندي كراميل بور سالي، عندي لوريو بسكوي، وهنا عندي لي سيجار. اي فوالا حبيباتي، لي كلاص قديتهم على هذا الشكل، فريمون كيجيو رائعين لا في المذاق لا في كل شيء. بالنسبه للتين تقدروا تزينوهم كيف ما بغيتوا. نتمنى تجربوا هاد لي كلاص، ونتمنى الفيديو ديالنا يكون عجبكم. تهلاو في رؤوسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.